مرحبا بكم. نبدأ من القاهرة التي أعلنت فيها شركة تذكرة أنه قد تم وقف خدمة التوصيل المنزلي لبطاقة المشجع وتذاكر بطولة الأمم الأفريقية لضمان وصول التذاكر للمشجعين قبل موعد المباراة بوقت كاف. وقالت شركة تذكرة إن هذا الإجراء سوف يسري على التذاكر التي تم شراؤها حتى 14 من شهر يونيو الحالي، مؤكدة على استمرار كافة خدمات الحجز على موقعها، وتتم طباعة التذاكر وبطاقات المشجعين في المراكز المخصصة لذلك والمعلن عنها طوال أيام البطولة حتى المباراة النهائية. وقالت الشركة إنها تتمنى لكل المشجعين الاستمتاع بالمباريات والتوفيق لمنتخبنا الوطني للحصول على لقب البطولة.